رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الحسينيون، اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمة. أوليس الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله؟ وبذلك تعينون الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على إنقاذكم من الفتن ومن ملمات المحن. فرابطوا إمامكم واتقوا الله فيما يأمركم وفرض عليكم. التزموا بالصلاة وبالصوم وبالخمس والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري. حلق بنا هذا زمانك قد بدا.